capture d'écran. هاي على سلامتكم الناس الكل، هذه كابتور ديكران. كل نهار احد نص نهار حتى الماضي ساعتين، السلام عليكم الناس الكل وين ما كنتوا تابعوا فينا من داخل تونس ومن خارجها، زاد على لي سوبر بتاعنا الكل، الباج فيسبوك راديو اي اف ام والا شين يوتيوب اي اف ام تي في. كالعاده كابتور ديكران مع اكثر لي كارتون اللي داروا الجمعه هذه، مع كومونتيراتكم في تفسير بالطبيعه للظاهره هذه نتاع الكومونتيرات، شنو اللي قاعد يصير بالضبط، علاش قاعدين نكتبوا هكا، شنو اللي لز فينا، الله اعلم ما نعرفوش، الى ان يدخل معنا سنتر دو ريشيرش بالطبيعه ويشوف معنا شنية هالحكاية. في انتظار سنتر دو روشيرش عنا منبع لروشيرش في الاميسيون هذي، ألا وهي صحار الويتي كوتش شلتنا. أهلا وسهلا ومرحبا بيك. أهلا وسهلا ومرحبا بيك راجح، مرحبا بجميع المجتمعين، مرحبا بيك مهدوش. شكرا. أنا اليوم نحب البرودة ذي حكينا برشا على إهدار الثروات المائية. أنا اليوم نحب نحكي على إهدار الثروات البشرية، عنا إهدار في الثروات البشرية، شيء عجيب شيء غريب. وين ماشيين؟ نحب نحكي على المتقاعدين اللي هما والدينا. اليوم المتقاعدين متاعنا معناتها وقت اللي يخرج على التقاعد يولي إلي إكارتي من المجتمع، وكأنه ما عادش عنده دور فعال، ألوغ كو لي هذوك عباد راهو عندهم إكسبيريونس، عندهم ركول، عندهم زاد معرفي، ينجموا يفيدونا، نحن بحاجة ليهم. اليوم أشوف ما نجموش ننكروا اللي دور الوالدين راهو معناتها العناية والرعاية. احنا كوالدين اليوم ما عادش نجمو نعطيه اكثر من العناية والرعاية الاطفالنا، على خاطر خاطر عيشتنا ولات صعيبة، على خاطر ما عندناش وقت، على خاطر عايشين في ضغط، معناتها نخدو من 8 ل 6 متاع العشية، ما عندكش وقت باش تهز ولدك للمتحف، ما عندكش وقت باش تناقش مع ولدك تاريخ، ما عندكش الوقت باش تحفظ وكذا كذا، ما عندكش حق باش تحكي معاه جغرافيا، ما عندكش الوقت باش تمشي معاه المناطق الطبيعية. هذا شكون ينجم يعملو؟ العزيز ولا الماما؟ فوالا اكزاكتومون. الشيء هذا قاعد يصير في بعض العائلات، ولكن ماهوش قاعد يصير بطريقة فعالة، معناتها ما وقعش ادماج المتقاعدين هذوما ادماج فعال في المجتمع. صحيح. اليوم يلزم مثلا البلديات توفر فضاءات باش العباد هذوما اللي هي بالنسبه ليا انا ثروه بشريه، يفيدوا هالاجيال، يفيدوا ولادنا، على خاطر احنا اليوم ولادنا يروح من المكتب ما عنده ما يعمل، وانا ما عنديش وقت باش نقعد نحكي معاه وباش نقعد نعلم وباش نقعد ندور معاه. هذا الكل ينجم يعملوا معاه جدو، على خاطر جدو معناتها عنده اكسبيريونس وعنده معرفه وعنده ركول وعنده من الحكمه وعنده من الحنكه، راهو في اي ميدان راهو تلقاه متقاعد مثلا خدم في الميكانيك، في النجاره، في التعليم، في الصحه، في الصحه، ولا هذا كله راهو ينجم يفيد الصغار، وعندهم من الوسع البال وعندهم الوقت. احنا اليوم ما عندناش وقت، حتى صغيرك حتى في الليل باش تقرا له قصه، ماكسيموم تقرا له باراجراف، ألوغكو عنده النهار الكامل اللي عطلة مثلا، توا في العطلة صغارش قاعدين يعملوا، شادين تليفوناتهم ولا يلعبوا ولا هي فما ايتود نتصور، فما حاجة قاعدة تخدم على نو زيو نحب نقول انا، معناتها البو والام قاعدين يخدموا، دونك فما العزيز وفما الماما اللي نجموا يتلاقوا بصغير، توتا في داكور. اما اللي قاعدين نشوفوا فيه توا من بيتنا وماتنا، معناتها اللي كمل خدمته تحسوا إلي ديميسيونير من الحياة كومبليتمون، وكاينه حياته راه سايي مفضي ديه من الدنيا، ما عاد عنده ما يعمل، جوست يكمل في الايامات وبرا، وهذا يزيد في اللونكسيتي ويزيد في نسب الامراض ويزيد في الريسك نتاع لي كريس كاردياك ويزيد في برشا امراض قاعده تجي من الحكايه هذه. الوغ كيما قلت اون بو موبلي الوقت نتاعنا الكل، فكاليفي نتاع الباساسيون الام والبو ماهو يخدموا، عندي هكا الاربع خمسه سوايع نجم نبليهم مع الصغير، علاش ما يبروفيتيش؟ نسقفوا صغارنا اليوم عباره جيلات سوفتاج هو اللي وراك راه اللي ما نجمش انت تعديه، هاوكا عنده شكون؟ عنده روبير ديجا قدامه في العائله، وعنده برشا وديجا ربى صغير وكبر، وهو هذا اللي في مخه معناه، معناتها حتى سوا ديزون البو ولا الام اللي عندهم صغير بركه منه هو صح صلحوا اغلاطهم، دونك في الحفيد ينجم يمنع برشا حاجات. فما اللي قاعدين يلعبوا في الدور هذايا، اما مش الكل، خاطر الحكايه ماهيش ستركتوري. وتعرف انا متاكده، ما شفتش دراسه الحقيقه، ما انا متاكده اللي كان نعملوا دراسه تو نلقاو برشا متقاعدين بعد التقاعد يدخلوا فتره نتاع اكتئاب. صحيح. على خاطر يلقى روحه ما عادش عنصر فعال، راهو اخيب احساس في الدنيا انك تحس روحك ما عادش تنفع، انوتيل، ما عادش نجم تفيد. اللي العباد هذوما راهو بالحق ثروه بشريه يلزم ولادنا يستنفعوا منها. صحيح. حتى راهو الحب والرعايه اللي يعطيه الجد والجده معناتها حاجه اكسبسيونيل،
تعاونوا الصغير على معناتها يكون النمو نتاعو نمو صحي، مش كيف ما تعدي مكثر وقتك قدام اورديناتور ولا مع تليفون، شو علاقه مع تليفون ولا علاقه مع اورديناتور، كيف ما علاقه مع عباد تحبك ونيتها باهيه معاك وتحب تثقفك وتحب توريك وتحب تعلمك وتحب البارتاج معاك، دي مومون اكسبسيونيل اللي ما يتعاودوش. وهو كذلك نحب نقول لهم من هنا راكم مازلتوا معانا ومازلنا نحبوكم ومازال عندكم ما تعملوا في الحياة هذية مع صغاركم، مع حتى أولاد الجيران، مع صحاب أولادك اللي تنجم تفيدوا بمعلومة ما تبخلش عليه، وربي يفضلكم لينا. معنا زاد مهدي الوسلاتي، اهلا وسهلا ومرحبا بك مهدوش. نسيناك في الهذر باللي صار. نمشي نعمل دوره ونرجع. لا لا صافا نخلط. تخمرتوا مع القصه. اي لا بالرسمي مغلبين علينا راهو، اما بالبي. عندكم الحق، عندكم الحق. انا مغلبين علي عبد تينا اخر. توا توانسه، ديزا اتليت توانسه مشاو يلعبوا في جوز اولمبيك. نعرف اللي احنا مجتمع بليد وضامر والفوكهة في دمنا ونلقاو الفلة باش نضحكوا كذا، ما ساعات ننكثروا لها معناها بالتركيز مع مع اولادنا، مع اولادنا يلعبوا تحب ولا تكره. ما نحبش نحكي بالشعبويه ولغه اولادنا ويمثلوا الدراب ويمثلوا تونس، اما تحب ولا تكره الناس هذيك راهي تعاني، اللي تلعب تو في فرنسا يعانيوا في تونس ويعانيوا في فرنسا. فمني الناس قاعده تلعب وما بعدش لسه الملاهوني لغادي يعني. تعبيه والله البارح قاعد معايا لوتور تونسي مانيش نسميه، اقسم بالله عايفو فحيته، كره كل شيء، طول مغروم وطالونتيو والعب القديم معناها في المحافل الدوليه، عايفوا فحياته بلاش بلي كومونتير وبالتعليق زعما الضامرين وكذا. وفما اخر مره سمعت فازه قال صحافي في ديوان اف ام، على الصحافي ولا على البنيه زينب الصغير اللي تلعب توا في فرنسا، مانيش نحكي حتى شيء على الطفله نخليها مركزه ان شاء الله ربي يوفق. يا اخي نورمال يقول طفله حرقت، نورمال يقول طفله حرقت، اسكو معقول يا سيدي؟ نحينا راجح يعرفها ولا ما يعرفهاش، ونحينا من كل شيء. طفله ماشيه تلعب، اي مدير اعمالها راجح، طفله ماشيه تلعب باسم تونس ولا حتى باي اسم، نورمال تقول طفله حرقت من غير ما تتاكد من المصدر نتاعك؟ هاك تو باش تلقى روحك محط موسيقى، اش عملنا؟ كيف باش تبرر هالحكايه تو؟ الله اعلم. والاعلامي اللي معاه من با يصلح له، من با يقول له ثبت، من با يقول له فيق. شنو معناها تطلع تقول طفله حرقت؟ تعرف عليها انت حرقت ولا ما حرقتش؟ تعرف عليها تأثر عليها هي توا في معسكر مغلق، طفلة يعني بها الرب العالي وماهيش كبيرة برشا في العمر، طفلة تنجم تدخل في ستريس من الحيط، جبتولها انت سيادتك معناها، علاش خد طفلة حرقت؟ مسهلوا الكلام حرقت، حتى انا حرقت. 3 بوان مونسيوني اللي خايبين جوست في الموضوع هذا، كنقطة سلبية ذكرها فهمت، معناتها كود جول عملوه في ليميسيون، واحنا نعرف كاعلاميين نورمالمون معناتها عندنا حق ان نثبتوا في الماتير نتاعنا قبل ما تتعدى، وتعرف شنية اللي بش يصير بالضبط وعليش تقال هكاكا وشنو ما المصادر واللي سورس متاعك. ثاني حاجة مانيش بش نغوص في ياسر الموضوع، عمل بوان ثاني كلمة باعت الدراب، باعت الدراب ياسر رزينة. انا على 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 الكلمة هذه بالذات حبيت اقوله سيدي الباهي، احنا راهو بورلو ماما ما هوش يصير حتى شيء، اما كلفنا الاستاذ مولير بن صالح المحامي وهو اللي بش يقوم بالاجراءات القانونية اللازمة والحديث بقي. ماذا يا سيدي سينو جمعك فاش تعديت؟ طيارة حلوة ياسر الجمعة، تبحبحنا بحرنا، مشيتنا عملنا ليلتي هناك في فيلا في متلين، بلادنا الحبيبة تبحبح الدنيا الحمد لله يا رب، عرقوبها باهي عليك الميسيون هي فهم بنينا. يلا سيدي مرحبا بكم زادة كالعادة على 31 308 ألف، عنا المنيق لذي كما قاعدين نشوفوا قدامي ونقال تيسو تسوى 750 دينار للربح، ما شاء الله ساعة يدوية بالعربية ذكري. عندك عندي قبل ما سمعت عليش العربي طيح ساعة يدوية، ساعة يدوية بس أنا قار. اليدوي هو الأصل راه، أنا بدي نحبهم ساعات يدوية، العقرب الكل يمشي وراه نوتي بيان يمشي ويجيو للربح من عند لابو شريف باردو سنتر وكالعادة لو جران كويز، حاضر معنا 3800 دينار في الكانيوتا إلى حد ساعة، زيدهم المليون و200 اللي تنجموا تربحون في حلقة اليوم، معناها التوتاليتي ديغا 5000 دينار بعد حلقة اليوم 31 380 ألف. مبروك على اللي باش يجاوب على 12 سؤال صحاح اللي فيهم ترواج وكير بيان ايفيدامون. احنا كالعادة نبداو حلقتنا بالبريفيو مع سي مهدي الوسلاتي، حاضرين كومنتارات اللي جاونا الأسبوع الماضي على لي كارتون ولي فيديو اللي هبطناهم توت سويت. يا سيدي كالعادة ربخت الجمعة اللي فاتت. ايه طبعا باش عنا كلام. نبداو باليوتيوب كالعادة، دورتنا تبدا من اليوتيوب الأحمر الرقيق اللي جانا فيه كومنتير الحقيقة ما فهمتش وين نجم نصنفه من أخطر ما ريت في حياتي. واحد جاي قال لنا
في الـ في, الـ في اليوتيوب قلنا ننصحكم اعملوا كوردة. ننصحنا الكل معناها احنا فريق العمل هي. اعملوا كوردة. كوردة جماعية. كوردة جماعية. كوردة واحدة نتلموا فيها ثلاثة. باهي. ولكن فما تونسي دخل جاوبوا. هاي حلو. والله لا نعرف والله. دخل قال له انا ننصحك ما عادش تنصح العباد. خلي دواك عندك. وكان ذلك في محله. يعطيه الصحة. مشكور سيد المحامي اللي كان ما كلفه حد. والله يرحمه والديك على خاطر الكومنتير الاولاني. فات كل توقعات الحقد والكراهية. اعملوا كوردة. معناها والله نقطة خلينا نوضحوها لهنا. شوف. والله إليه بالرسمي نحكي تاو. أي عندك الفرق. معناها احنا اللي قاعدين نعملوا فيه اليوم قولي سهر ما فقتني وإلا ليه من كومنتارات من منابر إعلامية من بلوغات من بودكاستوات من ذي كله يدخل ضمن منظومة حرية التعبير ولا بيان سوى. فكرة حرية التعبير إلو كونسيبت متاع حرية التعبير من اللي بدأت اليومين هذا ما عندك حتى فكرة قديش من عبد عطى حياته قديش من عبد عطى عمره في الحبوسات باش توصل انت اليوم تتمتع بحاجة اسمها حرية التعبير ونحي ثورتنا نحن. شوف الثورات اللي توجدت في العالم الكل شوف الانقلابات اللي صارت على مر العصور جست باش يوصل العبد يعبر على رأيه بكل أريحية. وقت اللي توصل لك انت اليوم حرية التعبير وتلقاها موجودة ومتاحة في يدك تتمنى بها الموت لغيرك راجل والله راجل فريمو لهنا كيستيون هكا كبرها معناتها هنساني تشعل قدام راسك حرية التعبير اش تعمل بها صديقي هاي اللي من بعد نمشيو المتصل شارك معنا في الاميسيون الجمعة اللي فاتت وحده أبدا رايو للعب في لوغرون كويز وجاوب على الأسئلة الأولى خسر وحده معرس هو قال بالحرف الواحد مشترك في برنامج كابتور ديكرون قال أنا عندي صديقتي أنتيم وتفهمني ونفهمها ومارتي تعرفها وما فماش مشاكل سهلة الحياة والغلطة وين؟ اي سيام حتى تصوير ترازع زنجير سيام هو الكوميونيتي مانجر لايك هي از ليهي بالحاجات هذوما تحط تصاور لايك هابت كرتونات لايك نو حتى تصوير ترازع كوميونيت ذا مانجر صحيح من الغرائب عندها حتى علاقة بالانجليزي قلت لك من الغرائب انه ناس تسخايل المشترك هو راجع زنجير ما ينجمش يكون مشترك وقدامه ميكرو وفي وذنه كاس حطيناش اسمه حطينا تصويرته ريت او بي هكا اما شكون اكثر ناس ثبت في الكومنتات ومن العجيب من اي جنسين اكثر الفتيات فتيات يا رسول الله اما الاولاد اكتفوا بحاجه اخرى انهم يحكيو مع الفتيات اللي سبب صحيت حلو سي سكون ابل لو تير كي ح الكومنتات الاولاني كتبت في المياه العكره يا غالي علاش تحت تصويرتي كتبته صديقه لطيفه قالت ومارتو باز عندها انشيم سامحني ماستا ياسر ماهيش ضامرة ولكن فما شكون ثلاثة وليدات ارتقوا انها ضامرة فما قلت... عشرة عشرة ضحكوا لها هذوكم ضحكوا ذوما تشجعوا وكتبوا تمدت بيحد... على طولها في الكومنتارات واحد قال لها انشيم الثاني قال لها والله بليدة والثالث قال يا بليدة اكل انفيتاسيون ماكش باش تكسب فيها اي مش مشكل خلينا نحيي هامل الهاها اللي بعثها اللي بعد واللي بعد باقي في اطار التركيح البنات ينبروا والولاد يركحوا جات طفلة كتبت محليها الحياة كيفاش الرجل عنده صديقة ومرته ماهيش غير عليه قتلوا محلية الحياة جاء واحد جاوبها اش قال حلوة كيف نفهموها ونسهلوها يا غزال يا سل انت يا حلوة بالنسبة للنمرو كم قيدة هجي تفهمها معايا الكومنتير اللي بعده قالت يكمل عليك بهالمراية وخي حزدته فيها المراية صح عليه صح عليه اي معناتها ذوما الكل شي بوجي ما عندهمش صحاب اي ذوما كل مغيرات تيم معناتها ذوما لا عندهم تيم ولا عندهم انتي لا حصلوا هكا لا هكا صحيح لو حيد يتفاهم معناتها ويخلي لهم الانتيم لا انتيم يولي من بعد لا تيم ولا انتي هو المرحوم على كل الكومنتير اللي بعده جاء وقال صحيح انت حكيت مع صديقة وما عندكش مشاكل صحيح اما احنا بعد ما قرينا هذا ولا عندنا مشاكل فضلنا مشاكل فضلنا مشاكل يا مشترك الكومنتير اللي بعده كتبته مرأة قالت ما فماش حتى مشكل فماش مشكل سامحوني فماش مشكل حتى المدام تنجم تعمل امي انتي بتحكي له كل شيء هذا مرأة كتبته بيان سور وفي اطار ونفهمه. في اطار التبادل الثقافي حلو سحر الويتي سحرورتنا الرائعه دائما وابدا قالت الصداقه بين المرأة والراجل ممكنه اذا تحكمنا في غرائزنا والا شنو الفرق بيننا وبين الحيوانات منطقي حاجه بالفيديري انا اخترت كومنتير بركة شنو قال
قال حلوة نتحكم في غرايزنا، معناها تبدأ صاحبتي قنبلة متاع زين وانا رايض ومتحكم في غريزتي. وقتها انا الحيوان الى بيان مونسيوني انا يعني هو نوع من الحيوانات بالفيداري بالفيداري ودي. هما طاوس في الكومنتريات ومور سافان هاي خرجت هوا نسمع في التابية هي حلوة ياسر. كوتشيلا حكيت جمعة اللي فاتت خرجنا من بالفيداري حكيت جمعة اللي فاتت على الناس اللي تحب تخرج من البركة وترتخي شبهت العيشة كبركة بركة. والناس اللي تنجح هما اللي خرجوا من البركة في هذا الكل كلهم يشكروا في سهار بينسور. جاء شخص روى حاجة ومش صحيح في العمر جاء كتب له كومنتير قال روعة أختي اسمحي لي مبارتاجي اخي بس بارتاجي لا كونيكسيون يدي هيك فلسة ينزل عادي يزين عادي حاجة ليه مام وشو شكون حط له قليب سمحي لي يا الزرقة ذا سمحت له مريولك ازرق في الكرتون في التصوير اكهو اكهو حطيت له معناتها انت جادور على البركامون امو البركامون امو وذهباره وغالي ما عادش تتلم ما عادش تتلم الامور دونك جادور هو فهم تبعت شي الفيديو نتاعك وين وصلت شنو عند السيد شعمل به بارتاجيها هاي يعطي صحي كثر خير وعود شاور بالله والله قليل الناس اللي كيفك تفضل مات. وأختم بهذا الفيديو هبطه جمع اللي فات معناه كان واضح معناه الحقيقة على حكاية البلار فيوبي الجمعة قبل اللي فات الجمعة اللي فات قلت وين وانا حكينا على البلار فيوبي يا أخي الناس إن هي لتست شتما وسبابا على خاطرني حكيت على البلار فيوبي بتاع كرهبة مش تعداره صحيت لجبت عرض الفيومي ما حكيت شيء ودي وقلت حتى الفيومي يهبط ويطلع ويتخبش والجواذ ما حكيت حتى شيء لهو يتقشر كيف بدأ مركب بالغالط لهو في بلدير ما سبوش ما ذموش ما قالش لا غالي لا رخيص حتى شيء في السيف الجمعة اللي فاتت حكيت قلت الوضع ولا اختير في تونس خاطري على حكيت بالله الفيومي سقتلوني بالسبان بالطريقة هذه غريب جدا جيني شخص وكتب لي الكومنتير هذا والله رجع لي شاهد العقل اللي يقولوا يا مهدي راك في تونس في تونس تشمتوا في المريض وفي المسجون باش يحترموا الام والبو اخدم على روحك وما يهمك في حد وثلاثة قلوب ثلاثة قلوب برافو يعطيك الصحة صديقي انت فاهم الطرح ان شاء الله ما طلعش تسب في كومنتيرات اخرى وكهو سينو اهلا وسهلا ومرحبا بك كان هذا البريفيو يعطيك الصحة يلا سيدي ترتاح بفاصل اشهري ونرجع مع اول بوست هذه كابتشور ديكرون معكم حتى الماضي ساعتين تو سويت كابتشور ديكرون رجعنا لكم من جديد في كابتشور ديكرون مواصلين الرحلة حتى الماضي ساعتين نبدأ تو سويت بأول بوست اخترناه يا سيدك يا بسيدك البوست الأولين اخذيناه من باج يفهم من فوت خافيك واللي عبر من خلاله مواطن على امتنانه لدورية أمن عرضته في ثنية ها وشنية قال بالضبط مشكور الأمني اللي وقفني اليوم في طريق بنزرت في البياج تحديدا وقال لي عندك رادار 65 على 50 ورغم محاولاتي أسفار محاولاته تنحكي فيهم بعد باش يسامحني في الخطية ويسيبني على خاطر كرهبت عروسة والعباد تستنى فيا في الصالة حلو ياسر لحد الساعة عمل مجهود سي الأمني وسبقني على الناس الكل في تحرير الخطية حبيت نقولك ما نعرفش كيفاش نجم نشكرك على وقفتك معايا يا باهي يرحم والدين والدي حلو ياسر خدم خدمته لو خيان اللي عملنا عليهم طلب في الكومنتريت هاوش قالوا لولاني اذايا من صنف البوزيتيف فايبس شاف شطر الكاس الملآن قالوا على الاقل ما عطلكش شوف الجانب الايجابي وربي هني حلو ياسر خونا الثاني اش قالوا اذايا دار الافتاء من مجلة الاحوال الشخصية نفسيا مفتي ديار الاحوال الشخصية الغلاف متاع المجلة قالوا في القانون ممنوع عليه يعطي مخالفة الكرهب تاع عروسة برا اقرأ مجلة الاحوال الشخصية وثقف روحك وبكل ثقة في النفس اما هوش قال الشخصية راه الشخصية كاو من مجلة اخرى كلمنيها الشخصية مجازين معروفة بين عرفان وبين الشخصية شخصية جي حويجة اخرى السيد هذا اللي هبط البوست انا حقيقة ما فهمتوش تشهر بعون امن خدم خدمته فشقة يا اما انت حبيت تخدم خدمتك خدمتك طلعت ما تخلطش
وإلا أخوي عملت مخالفة هزها وسكت وما تهبطنيش بوستوات في الباج، ويرحم والديك ويكثر خير وعودي جزادة كيف كيف كيما وخيانك الأخرين. خلينا من الكومنتاريات ساعة، كونك تخرج من بعد مثلا ما تشاديت في رادار هو 50 معناتها فرق رادار على 50 60 65 على 50 هو تشد معناتها عنده إكسيد فيتيس نتاع 15 زايدي يعني دوب ما خرج من بياج عطاو الحس خرج من بياج تجري لوي وان بليس ماكش هز العروسة ما زلت فارغ باش بستنى العروسة في ديال حنا والله عشت هالتجربة. أنا عشت هالتجربة، الرادارات اللي خلصتهم أنا بما يبني دار صدقني، خاطر جيت بريود ياسر نعمل ديبلاسمون تونس صفاقس براهو وين ما يشوفوني يوقفوني بالعمل. قلت له انا شكيت في روحي بالك انا عامله حاجات انا ما في باليش بيهم معناتها فهمت، والرادارات 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 على بعضه على بعضه معناتها شيء باش نقول لك يوقف المخ فهمت، ويجيك تعرف شنو يجيك في الهبطه. فما بلاصه معناتها من صفاقس حتى باش تخلط للبياج نتاع بين صفاقس وسوسه بلاصه خلي وقفار انا معناتها نبدا وحدي نخاف دونك نجري فيها تي بريف تجري قديه على قديه ما نعرفش تو باش متفكر. قلت لك 20,000 رادار معناتها على تحقيق امني وبرنامج بالحق تليات 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 ويخرج لك من عرفت كلمه هذيك اللعبه من الخليه معناتها خليه مخلي تبدا وحدك يهبط لك واقف تراف يا مدام راك تجري فهمت غادي الفازه هي ربي يعينهم الله يخدموا في السخانه والله بالرسمي مشكورين اخواننا الامنيين بتبيع نفدلك وسحر لازم نقول احنا نفدلك هكا يا ربي سامحني على اللي باش نعمله تو ان شاء الله خير. الخيان الامنيين كان تسمعوا فين راهي ديما تسوق وتحكي بالتليفون شكون هذا عبد نعرف ميني كوبر جريت واكحل مستحيل عندي البلوتوث ساعة فمش علاش نحكي في التليفون عندي البلوتوث في الكهرباء فمش علاش نحكي في التليفون وكان فما واحد يحترم القانون راهو انا جميت القاني نحرق ضو ولا نحرق ستوب جمي 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 تحكي في التليفون ما من ما ما ليه ليه هكا مصلحتك تتبلع عليا قاعد والله المصلحه عليا جميل عندي البلوتوث في الكهرباء عندي البلوتوث وعندي الجرين توث وعندي الريد توث وعندي اليلو توث التوث الكل عندي السنين الكل عندي. التجربه الوحيده اللي صارت لي مع الرادارات قعد البرمي للي خلطت عمره 6 سنين صفر مخالفات والحمد لله بياض ناصع هكا يعمل كيما الوريقه هذه كيما قاعدين تشوفوا فيها. في نهار في الهاب قبل ما تكمل القنطرة متاع المطار رادار الأول 60 دينار نمشي من المطار للافونو نحكي بالتليفون اي نعم نحكي بالتليفون وفي حقه اشترطاف قدام المونجالة بالضبط 60 دينار تستاهل نمشي مع الرومبوان وانا راجع قاصص على البارك ربي كبير نحرق الضوء تك الحقيقة اش صار قال لي اوراق السيارة مديت له زوز خطايا كي شاف الوقت مد لي الخطايا قال لي برا رجع الكهرباء وبرا ارقد مش نهارك اليوم كمل تويتي يرحم والديك من فوق كمل تويتي مسرحية احنا هك كي مشى مرة الأولى وقفوه نفكروا الأوراق عطاوه بروفيزوار المرة الثانية عاود يجري وقفوا بوليس قالوا ايه أوراق قالوا عندي بروفيزوار قالوا شنو نعمل لك تو انا نعطيك بروفيزوار واحد آخر تصير تصير هاي الحالات كيف هناك يا ما خويا الله ما السيد اللي يحكي على بدك هذيك خدمته ما فوت السرعه المسموح بها خلص وكا وانت ما عندكش خطايا ليه انا ما عندي عامين برمين ضيف خاطر ما سقتش ريت كيف ما استعملتوش هذا هو باهي يا سيدي شكرا للعباد اللي قاعده تكتب في الكومنتات على باج يا فيما فوت رفيق الحقيقه فيها برشا ضمان فيها برشا ما زاد حلو ما عرف زاد كيف كيف الشخصيه حلو ياسر عودي جباب دونك كان هذا البوست الاولاني يعني البوست الثاني خذيناه من اي اف ام وين صرح خبير السيارات والميكانيكا العامة سي سليم حكيمة وقال نداء لمدارس تعليم السياقة انهم يبدلوا كراهبهم بوات اوتوماتيك باش يتمشاو مع المشهد الجديد للسوق. حلو ياسر الى حد الساعة ماهي عنا خبراء سيارات زادة كيف كيف راكشين عنا في الباج نتاع اي اف ام كتبوا ما طاب ولذ في الشان كومنتير واحنا عملنا عليهم طلة الكل. الكومنتير الاولاني كما قاعدين نشوفوا كالعادة نفلوتيو لسن ما نخليوش اما اللي همنا لو فوندمون نتاع الفكرة الا وهو الكومنتير قالوا اشتر الشعب كاسب كليو بومبي وهو يقول لي مشهد جديد للسوق فهمت صاحبي السوق لك راهب يحكي اي المهم السوق كتبوا الكومنتير وقدامه الكليو بومبي كلهم واسمه عمار
هو حاجه غريبه ياسر، عنده الحق فيها البيع هذه معناتها كي خلى اشترى الشعب بون مش كليو بومبي. اما تو ناخذوا مثلا الكليو بومبي مش ما عادش نجموا نعملوا لها اشهار خاطر كلست الكهرباء. هي بيد ما عادش يعملوا الكليو بومبي صحر خرجت عام 1998 تفشت المقدمه معناها عمرها 26 سنه اكبر من مهدي الوسلتي بثلاث سنين. تهبط للسوق تنقل كليو بومبي ب 20 مليون و 20 مليون ونص اللي هو السيد هذا قاري في الليتاتيك بو ما صرفهمش عليه سكولاري تمتعوا الكل. واضح علاش واضح خطرها بومبي العبيد تاو يحطوا الفلوس في كليو بومبي هي حاضره بومبي كليو غونفلي هي حاضره بومبي ليه وسابقه لعصرها على خاطر عام قلت لي 96 ما كانش فما البومباج فهمت كيفاش معناتها هي كانت هكا فيجن افونغاردي صحيح خرجت الموضه و... وبدا الشيء عاده كفينا خوفا من المجتمع ديك اليوم بومبي ماهيش بومبي برشا عاديه ما. كعبري كعبري بومبي ديسكريت ديسكريت بومبي ديسكريت. انا عديت عليه البرمي الحقيقه منعت برشا اجيال ويعطيها صحه وكفاءه وتدوم معاك وتكبش صحيح يا ولدي اكثر من دار نسيبك برافو للدار هذيك اللي خرجت. اسمع وصار تعرف كهربا متواضعه جدا قال لك ماهيش بومبي برشا تخلي صاحبتها يتراو معاها تبدا بومبي برشا معناتها تغطي على المشهد الكل يولي فما انت كهو دونك كهربا تخلي لك الباب وانت طالع وريزرفوارها يتعبى وحده بنتصلوا مانويل وفهمت يا ما انا شو الكومنتير قول لي انت اي فازي ميسير شان مشيو الكومنتير اللي من بعده نعملوا جالي كومنتير الكومنتير اللي من بعده من عند للا اختنا أه؟ قالت في الكومنتير نتاعها بواتوتو ما تحتاجش لتعليم سياقه من نصله حايت احلى كريماير في الدنيا كريماير الكومنتير هذا اثبت نظريه انه المراه اخطر سلاح في عالم الطرقات اوه 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 ايش بيك ملا بيز شو سمعنا لميسي ساعه فما دراسه تقول لحظه انا باش نشمع فما دراسه تقول اللي الحوادث معناتها سبب الحوادث الرئيسي هما الرجال اي لا نرفزوهم من سي الاب لا بروميير ريزون دو ديسي عند الرجال لا بروميير ريزون هي لي زاكسيدون في الطرقات مش نساء مش وقتها قلنا فك الدراسة الأخرى اللي هما الجلطات هما دراسات انت تعمل فيهم في الحومة ذا في القهوة في القهوة تلموا بعضكم وتعملوا دراسة ليه انت قلت وقتها فات كاتريام تعدي كاتريام تينا نعدي شي جيام يعني انا خذيت لك بخاطرك نهارتها وقلت لك ما نعديش كاتريام يا اخي انت جدت عليك ما حبيتش انا تاخذ في خاطرك لحظة انت قلت وقتها الرجال اكثر عرضه للوفاه كون سي واعطيت انت اكثر مسبب وفاه للرجال قلت اللي هو السكته القلبيه وبالنسبه للمراه السكته الدماغيه توا ولاو حوادث طرقات لا لا ستاند اب هذاك هذاك في ستاند اب مراوغه في خرجت في التوش عندها الحق واش خرجت لاغراض فنيه بحته هذه الاخت هذه راهو فما شكون قال لي راهي مشات لهديه اكثر من برشا ميكانيسيانات هي والباراشوك حبيبتها على الاخر هي تحلف والمدى تحلف باش تفهم هذاك علاش لو بوات اوتو ما يستحقش برمي لا اختي قول ليك تحط سيزيام بالكونكور وماتت اي عندك الحق خونا الثالث هذايا سايب الطرقات وسايب سليمه حكيمه وسايب الكليو جي أعطى نداء للإذاعة قال نداء لإذاعة إي أف أم تبدلوا الخبير متاعكم باش يتماشى مع الواقع بصفة عامة باش يتماشى مع الواقع بصفة عامة واضح سي نوتي صديقي نتفاهموا مع سليم حكيم نشوفوه على أن الدراسة ركز بالضبط باش عرف اللي راهو البوات أوتوماتيك باش يطغى في السوق التونسية خاطر الكومنتارات اللي نقرأ فيهم الكوست كلها تفرجت في فاست أند فيريوس وكلها كان ما نسمعش صوت الكهرباء تشخر ما عنديش جو كان ما نعفسش في اللومبراياج نسمى ما سوقتش ما زالت الحكاية طبطة شوية هذاك هو هذاك عقلية التوسيش باش نعمل يلا سيدي تو عنا تليفون حاضر باش نلعبوا في الجرون كويز على 1200 دينار زائد 3 ملايين و800 اللي بيتين من 3 جمعات اللي فاتوا نتعرفوا على صديقنا جوست من بعد الفاصلة توت سويت كابتور ديكرون اي اف ام رجعنا لكم جديد في كابتور ديكرون حتى الماضي ساعتين رحلتها ما زالت متواصلة بالربح شوية نقود نتنففوا فيها صيفيا نعملوا شوية تبحيرات بلاد خارجة في الباتوات هكا ولي سحر وي عاملة بروجرام ولا والله حبيت نعمل بروجرام يا اخي بعث لي قال لي كومبلي
برامون مش نعوم سنة مش تقعد بنفس التاند ما تحبش تسمي في الجران كويز فما شكوري نجم يمشي يتبحبح على خاطر الكانيوتا متاعنا اليوم كان هزوا 1200 مع 3800 اللي عنا ديجا حاصلين ذوما خمسة مقربتين يعني يقولك أحلى سيف معنا صديقنا مروان الورغي 30 سنة من شطرانا أهلا وسهلا ومرحبا بيك صفا بابا صاحب خير الحمد لله لبي العايف هشني هي الامور شعامل فيك سيف شعامل فيك السخانه والله يعني السنه جايه باش نربح خويا باش نربح بحور ان شاء الله خويا يكتبوا لك ان شاء الله هو راهو مش غدوه غدوه تاخذهم اما ما يسالش نجم تعمل بروجرام على الجمعه الجايه فاهم كيفاه اليوم فسيف معناها لا 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 قبل يا خويا اربح انت ساعه ان شاء الله ومن بعد ابدا فرني بقى فهمت انت حاصل كالعاده 12 سؤال عندك 3 جوكر ما تنجمش تاخذ جوج جوكره ورا بعضها وسهلين وفي المتناول الأسئلة حاضر حاضر صديقي متأكد حاضر حاضر مصباح هاي يا أخوي نقصدو بسؤال الأول قديه سوم الحارة هندي عيش يا ورغي يا أخوي خلينا في تونس الغربية أنا هاي تونس الغربية الغربية بإيش من المنار ومنار ورد التالي وما تبع أي في ساشيات في المنار ينبتوه هندي استيتيك قد إيه 1200 1200 جبتك صحيح حتى كان كل دينار جبتك صحيح بيع باللي تحب بيع باللي تحب لا عايش تبارك الله عليك مدام قال لي حدد لي المنطقة وين بالضبط في تونس لا جاوبه هاي يا أخوي أنا نتصور اللي جاي زاد كيف كيف عنا منه بإذن الله نبيك الماكلة راهو مريقل لا 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 شو نخرجوا من الماكلة شوي سنة ثاني مروبة لا كان حب ربي مش هكا كل شيء في الحيار يقولوا العياري في إن كانت معي نمشيوا للسؤال بشتوري تفاها برش يقول السؤال أعطيني خمسة مرادفات بالدرجة لكلمة يبرو خويا اي خي اي يا حومه اي الدقلاوي اي يا حومه نارتون الشرقي اي اي صح تونس الشرقي في لاتفيا تحديدا الشرقي شرقي واحد ولا اثنين اوه مش هذا مستوي الحقيقي راه في العاده اضمر عنده أقصى أطفال يعلمين نرمال موت أضحك في إذاعات أخرى يموتوا بالضحك على فازت كيف هناك والله تضحك أنا حاشا روحي مش نموت آه يا سيدي ليه بين عليك بيش عافيت أولي إذا كمت كانتيرة اللي كانت تروهي لك في البحر ريت عليها ما تضحكلوش إجابتك صحيحة صديقي لحد الساعة عندك 200 دينار يوصلوك البياج بنزرت زيد 200 اخرين ووصل سيد علي خذ حاره هندي انا نتصور فما 100 دينار جاي جوست كان يهفت الحس اللي بحذاك اي صباح نخبطك في الشرقية في بحر الشرقية طبعا هاي يا سيدي حاضرة الفنان هاني شاكر في احد اغانيه اعمل عيد ميلاد لشكون محمد علي بن علي شكون يدي زين محمد علي بن علي محمد علي بن علي يدي في غنيه ركز مليح الفنان هاني شاكر في واحده من غنياته اعمل عيد ميلاد لشكون كيفه جوكر خذ جوكر حرق جوكر 300 ألف إلى حد الساعة عيد ميلاد جرحي أنا عيد ميلاد جرحي أنا به ركز مليح مليح السؤال اللي جاي ركيك بعض الشيء واضح شو اسمها المادة اللزجة اللي نستعملوها باش تشد القطايع في بعضهم وتشد المتابعين على انستغرام زاد فتيات يستعملوها فتيات تشد القطايع في بعضهم شو اسمها الماده اللزجه اللي نستعملوها باش تشد القطايع في بعضهم وتشد المتابعين على الانستغرام اخر محاوله ليك سيليكون اجابه صحيحه سيليكون في الدومين توسكي سيليكون
400 دينار برافو يعطيك الصحة. هاي خوي حاضر؟ حاضر حاضر. سؤال مباغت مباغت. هاي الانفجار شكون والده؟ شكون؟ الانفجار شكون والده؟ اللي الانفجار شكون والده؟ الانفجار شكون والده؟ جوكر جوكر فايق بلغة الجوكر. 500 دينار إلى حد الساعة. هاي إذا يزمك تجاوب عليه ما تنجمش تاخذ جوكر. واضح؟ ما جاوبنيش على انفجار شكون والده. لا حاجتي بيه السؤال فما شكون مش يتيح في المنداف من بعد هكا تاو. حاضر؟ حاضر. حسب خبراء علوم الأحياء والجيولوجيا أنا هو الواد اللي مسموح إن نتعداو عليه؟ وقهر هار برافو هرهار. صحيت يا هرهار. 600 دينار يا هرهار. وقمحات بالعرعار حلو ياس. ما غلطت فيها ومصرة. شفت فيها. مش مشكلة. عملت لنا العرعار يا صح. حلو. ها يا صديقي. قلب الجربية تقول لي عليك. ركز معي. شنو شنو؟ قلب الجربية اللي بحياك بريفا. منين؟ صحيح. شميس قلب جربية صحيح. به في امور اغاني تونسيه قديمه عندك؟ عندي مروان الورغي معروف. هاي مروان الورغي هاي الفنان الهادي الجويني الله يرحمه. الله يرحمه. شكون اللي كان يمسح له دمعة عينه؟ واحدة من جاريات بس يودي مش الهادي الجويني نبي الله عنه. الهادي الجويني الفنان التونسي الهادي الجويني الله يرحمه شكون كان يمسح له دمعة عينه؟ انت عطيت محاوله راهو تاو ما تنجمش تاخذ جوكر. اه يا زلمه صحيح باع وروح. هاي خويا باع وروح باش تخلي 600,000 راك وماكش باش تهز. لا 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 باش تخليهم عندنا خويا تكمل تطور شويه من اغانيك وتعاود ترجع لنا كفنان ان شاء الله نعاودو نبيعوا لك الموسيقى اللي تعمل فيها. سينو تبع جيرفي حيك برشا ويقول لك يعطيك الصحه على المشاركه نتاعك. وعوديجا يا مروان يعطيك الصحه صديقي اللي هي بطبيعه مانيش نقولوا شكون اللي يمسح له في دمعه عينه حتى يجي المشارك اللي من بعده. نخلي لك كلمه الختام على شكون تحب تسلم. يمسح له مريك الخو. ليه تسلم على حد ما فهمش مقطوع من شجره؟ ليه مش مقطوع اصلا انا شو نتكلم على ولاد خوتي بشترانا واحد بشترانا اثنين. نقدم تحية لصاحبي الله يرحمه علي دحماه. الله يرحمه. الله يرحمه وينعم وسامحوني. اي اوكي وبابا وامي لكم بالطبيعه وحدي بيت بلا شعشية وكذا ربي يفضلهم لك صديقي يعطيك الصحة المشاركة نتاعك. نزيدوا يعني مبروك الفراس القطوسي البارح. شنو؟ مبروك الفراس القطوسي صديقي الميدالية الذهبية. مريت خاطر مرة تقاوى في العوام وكهو خليها غادي ويزي علق علي مش عامل كارثة الطفل. يلا سيدي مازال استلم في تليفوناتكم على 31 381 300 1 381 380,000 عندنا 3,800,000 وزيدوهم 600 دينار مازلنا نلعبوا حتى الماضي ساعتين. يلا سيدي نتعداو البوست اللي من بعده اللي تنقول لكم ناخذينه بالضبط. تعطينا البوست اه يا سيدك يا بن سيدك بوست خذيناه من باج اسمها ركزوا مليح التغيير شانل جاء فيه كالآتي. دراسة حديثة نوتي بيان العزوبية أصبحت مصدر سعادة في عصرنا الحالي. فما عبد ما كناش نتصوروا أننا باش نلقاوها في الدراسة هذه. كتب لنا كومنتير يا سيدك شكونوا اللي كتب الكومنتير اش قال فيها أنا صاحب الدراسة. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا غالي. دراسة وانت خبيرة الدراسات والمراجع والجو ذي فما منه الخبير به انا باش نعطي راي. نعطي رايك. العزوبية راهي عقلية ماهيش حالة مدنية. واضح. وهو باش نحكي لك حكاية العشق الممنوع. قل لي العشق الممنوع. فرشتي هاي فما مرأة اسمها عزوبية وراجل اسمه عرش حبوا بعضهم ولكن الحماوات ما خليوهمش يتهنئوا. يعملوا عملية أم عزوبية أم عزوبية اللي هي حرية قتلها سايب عليك منه راهو ماهوش متاعنا راهو مسكر في مخه راهو بشي بعدك على أصحابك وعلى عائلتك من اللي كنت مادة سقيك في دار بوك ويصرف عليك هذك راهو بشي يسكر عليك. هاي. حتى أم عرس ما قصرتش
اللي هي مسؤولية. مسؤولية أمه. قالت له كان تاخو عزوبية راني ما نرضاش عليك، الطفلة ما هيش متاعنا وما هيش متاع عرس. قعدت بحذية 4 ساعة عملت 10 تليفونات وتليفونها ضربة ضربتين هو بوك 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 باللي نوتيفيكاسيون حتى عظمة ما تعرفش تقليها. قالت له ما تاخذ كان بنت خالتك. في آخر المطاف عرس خذي وفاة بنت خالته. أما اتخذ من عزوبية عاشقته. فهمت تخذ وتطلع تخذ. حلو. كل جرايد خالتي مسؤولية ربي يهده. شفت شفت الحماوات شو يعملوا معهم ربي يهدي سرهم. باش نرجع للدراسة هذه وقل كد ما نشوفه معناتها موضوع كيف أنا كان مبهروا نوعا ما وما فهمتش كيفاش سبحان الله معناتها الدور الدراسات هذه برشا 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 يعني في دونكاج يدور لي قاعد يصير. علاش نحكي في الكلام هذا؟ خطير جدا جدا. نحن قاعدين نعبوا في منطقة خطيرة ياسر خويا مهدي الوسلاتي لهنا، الا وهي ضرب القيم نتاع مجتمعاتنا العربية والمسلمة لهنا. أمر خطير ياسر، خاطر تعمل سامبل ريسيرش، تكتب دراسة مثلا حول العزوبية وسر السعادة. به عام 2015 دراسة حديثة كيف كيف العزاب أكثر سعادة من المتزوجين. هذايا منين جاتنا؟ جامعة أوكلاند. جامعة أوكلاند تعمل دراسة وأبحاث يهبطوها موقع العرب. اسمه موقع العرب ليترالمون. عام 2020 موقع الحرة دراسة عملتها جامعة ميشيغان، الزواج والسعادة أمران غير مترابطان بالضرورة. دراسة تكشف أيهما الأكثر سعادة، المتزوج أم الأعزب؟ وتلقى أن أرجومونتير طويل وعريض علاش يلزمك تكون أعزب. السيركل دامي متاعك يقعد ديما واسع، ليزاكتيفيتي متاعك يكونوا ديما برشا، ما عندكش برشا ستريس، ما عندكش برشا ضغوطات، نجم تعيش في رفاهية، فلوسك يقعدوا لك ليك أنت إلى ما غير ذلك. من بعدها يا سيدك 2020 CNN بالعربية، فيفري 2020 تهبط دراسة كيف كيف. 2023 موقع كومبوس دراسة تقول العزوف عن الزواج والبحث عن السعادة. 2024 يعبطوا زوز دراسات، دراسة اللي كنا نقرأ فيها تو وهبط الدراسة واحدة أخرى أمريكية واللي عمل الدراسة الأمريكية وين يخدم يا سيدي؟ وين؟ حسب رأيك قل لي. قعد أرمي رميتك أنت ترى تصوروا معنا مدام يدسوا في السم في العسل حاجة في أمريكا فرنسا في إسرائيل امبوسيبل. أي صاحب الدراسة معناها كلموا مجموعة دراسات هذوما الكلهم من 2015 وهو الدراسات هذه تقول العزوبية أكثر سعادة، راهو العزاب متفرهدين، العزاب ما مرتاحين، العزاب عندهم شان ليبر أكثر. لهنا قاعدين نضربوا في مفهوم العائلة وتفكيكها والأسرة من داخل من داخل. قاعد نوصل لك بتي تبتي، كل مرة بتي دوز، كل مرة نزيدك انجكسيون تعالي راهو كان تقعد عازب خير لك. ما نعرفش كان توافقني الرأي ولا لا. صحيح absolutely. خاطر قاعدين احنا ناخذوا في حاجات كي نو كوريسبوند با لي فالور نتاعنا القيم نتاعنا. اي انكور اللي ما فهمتوش لهنا اللي مصادر الابحاث والدراسات اللي قاعدين يصيروا ميشيغان، اوكلاند، بريطانيا، كذا كذا، واحنا كمواقع عربيه قاعدين نعديو فيهم كي الحرابش نتاع وجعة الراس لوليداتنا لهنا. معناتها انت كي تكبر وعندك في مخك انه راهو العرس مسؤوليه واخطاك منه تقعد عازب راك متفرهد خير، وهاهم لي زاتو اللي عندك الكلهم، وهاو لي سيكتور اللي تنجم تلعب فيهم الكلهم، اش تستنى منه الشعب؟ اش تستنى منه الشاب؟ وزيد ضغوطات ومصاريف وما الى غير ذلك. دونك وحيدة وحيدة باش تلقى جينيراسيون زوز ثلاثة من بعد باش نمنو قطعا انه العازب فرحان اكثر. دونك ايفيتي الزواج. تعرف اللي توا تحكي فيه مخطر برشا سي كاريمون معناتها بالنسبة لي انا هذه استراتيجي ديزولمون. اون ايزول لي انديفيدو يعني بنعملهم كي المحاصرة الفردية لي انديفيدو اون لي ايزول بالنوسيون هذه نتاع العزوبية على خاطر راهو تحب ولا تكره في الاتحاد يقوى. العائلة راهي فريق اتحاد، فما حاجة فما ان اوت بوت. الفرد كي يبدا وحده يبدا عايش الي ايزولي، الكوالي الاخرين الكل ما همش موجودين، دونك يتعامل على هذا الاساس. هو كذلك الخطير في الامر انه انا بيرسونيلمون على الصعيد الشخصي راني اقتنعت في فترة اللي بالحق العزوبية خير واللي شخص كي يقعد عايش وحده خير. وانا معناها بحكم طلعت على دراسات اعمق من هذا تحكي على المنوال الغربي نجمو تاخذوا اون ريفيرونس اللي هو عبد الوهاب المسيري مصري عملاق مفكر المصري حكي بالكدي بالكدي على المنوال الغربي والنزعه الماديه عند الفرد الغربي. نعرف كلام صعيب شويه مسياش نوسعوا بان الفرد الغربي راهو يميل اكثر للماديه، كل ما هو ملموس. الدراسات هذه خذيت شونتيوناج نتاع امريكان ونتاع سويديين ونتاع ناس بريطانيين ولذا نحكيو في حاجه خطيره، خاطر الغربي
روحانيا ماهوش كيف ماهوش معبي روحانيا كيفنا ويلوج على غذاء روحي وغذاء غير ملموس بلغه اخرى. فانا بيرسونيل موصلت اقتنعت اللي العزوبيه هي الحل، وان الواحد ليه العرس خنقه والعرس كذا. مع الدراسات هذه اللي تحاول انها تدس الشيء ذا في عقولنا، وانا بيرسونيل مود فارياست، فما مسلسلات وافلام زاده في العالم العربي وفي العالم التونسي وفي العالم الكل على بعضه ديما يحاولوا يعديوا الفكره نتاع انه المعارسين يتعاركوا ياسر، ما همش متهنين، عندهم برشا مشاكل. بعد نغزل امي بابا نقام جاوهم به امريكي. عندك اكزامبل قدامك علاش تشوف البرشا هذا ولا هذا؟ صدق دراسه خذيت 1300 امريكي اللي حتى على امريكا ماهوش قياس. والدراسه هذه برتجوها الاف في القنوات العرب معناها اللي عمرنا ما سمعنا بهم الغد. ديسكيني لي نحنا لي نحنا هذوكم لي نحنا حبوا يزرعونا فكره، يظهر لي بدات تعطي في اكله وفي ثمارها. وننصحكم مره اخرى ارجعوا لعبد الوهاب المسيري، اسمعوه مليح مليح اش يحكي عام 92 عام 94 كيفاش يتكهن بالحريه الجنسيه اللي باش نوصلوا لها اليوم. وصلنا لها ومازلنا مقدمين. تكهن برشا حاجات ولا محال وصلنا لها. يعطيك الصحه مهدي الوسلاتي، سحر الواتي شويه اخر تقوى في كوتشيلا باك في ساعتنا الاولى وفات. مكملين معاكم حتى الماضي ساعتين في كابتشر ديكرون. طريق سلام الناس الكل توت سويت انا راجعين.